السلام عليكم شباب، جيناكم اليوم بحلقة جديدة بقناة من الجولان. طبعا اليوم راح نعلمكم شلون تتعلموا ايش تصنعوا اسلحة وشلون يعني تسوونها وتطوروا ومتساوى. خليكم معنا. طبعا شباب قبل كل شيء اتمنى تشتركون بالقناة عشان يصلكم كل شيء جديد وتفعلون زر الجرس ولا تنسونا من لايك. طبعا شوفهم شباب، اول شيء انا مثلا بدك تصنع، انا عندي سي فور اني هاي السي فور، لكن يكون عند القطع هاي وما اقدر اسويها راح او هذه شوفهم هاي يكون عندي قطعها. هسا نجمع قطعها حديد نص مصري ينطيني اياهن صاحبي. عنهن ما يلزمني هذا فحم، هاي في عنا حديد، فوت على الصناعة. بس المفروض هذا متعلموه ابن سي فور سيلفر مو سي فور. هاي سيلفر مثلا شوفه، هذه عندي وما اقدر اصنعها. لو ايش شو السبب؟ خل رجع اغراض مطرحه او ليش عشان اقول لكم شو السبب. خليكم معي شويه. صار عندنا شباب اللي انطوكم اياها القطعة بالبداية، اول شي تعمرها واللي هي هذي هاي. هاي لازم تروح مثلا تقدر هان تستخدم تساوي وحدة راح ينطيك وحدة من القطع عشوائية، وهاي بنفس الشي ودك تروح تطورها بألف قطعة. هاي قاعد تتطور معانا. طبعا 10 ثواني تخلص. هيك نكون طورناها احنا. هسا نروح نشوف هنا هاي شوفهم صار يمدينا مصنع.
هسه نروح نشوف السي فور. وين السي فور؟ هذه هي. ودنا 50، ودنا 60. تعال نصنع هنا من هاي. راح نصنع كثير منها. ماكس 13 نوت. ليش؟ يكون عندنا عدد كافي مشان نصنع سي فور. شو على السي فور؟ طبعا شو هاي نحتاجه احنا اساسا؟ هاي السي فور. هسا نقدر نصنعه. نقول يا رب هاي 8 2 3 3. مع الوقت راح ان شاء الله ننزل الحلقة الجاية ترييد بيوت، بما انه صرنا نقدر نصنع السي فور. هسا اني عندي سي فور مثلا، بدي شلون اتعلمه؟ تيجي لعند هذه اسمها درافينج تيل، تقدر تسويها. مثلا عندي السطورة هاي تحطها هان، ودو 120 تقدر تتعلمها. مثلا ها اني معتازة هاي. الغيها، لا ما ودي اياها. في اهم، نروح نجيب رشاش. مثلا هذا نروح على هاي اللي قلت لكم عنها. عندي 400، سوي لها تعليم. خلي 24 ثانية هسع نقدر نصنع اسلحة بعد. بس يكون عندكم علم انه لحتى تصنع سلاح هذا لازم تتعلم شلون تصنع طلقه. هذا موجود طلقه، هذه اياها. هذا طلبه، تقدر تصنعه عن طريق هاي. هاي صارت عنا. حط السيل ونروح. هذا المخطط صار عنا. حط يوز. اسف على ازعاج، في ازعاج برا. حط جو كرافت. صار عندنا هسه سلاح هذا تقدر تستخدمه. طبعا النابض هذا وين تلاقيه؟ تلاقيه اللهم صل على سيدنا محمد بالبراميل. هسه اظن اني عندي بالفرن. هاي 2، هاي 500. نشوف الثاني. موجود. حلو. هنا نروح نشوف مصنع رصاص. بالاول نصنع هاي. في عندي فحم. الفحم بدك تروح على الفرن اللي قبل شوي سويته وتحرق الخشب يصير عندك فحم. هاي عندي 1000، كويس ممتاز. خلني اخذ بس، في عندنا سلفر، في سلفر. بس مثلا ساوي 10، ليش ما ساوي؟ خلينا خمسات، واحدة واحدة ضروري.
طب ليش؟ اشوف اسلاح هذا، معقول ودي تطوير مرة ثانية هذيك. ودنا بعد، خلي شوي دقيقة ارجع لكم اجمع شغلات. شوفهم شباب، بعد ما طورت هاي رجعت مثل ما كانت، شو السبب ما اعرف. ممكن جلتش عندي، ولاني يمديني كنت اصنع شغلات وصنعت قدامكم بعد التطوير، لكن لا هاي رجعت كويس. ممتاز، في جلتش عندي مثل ما قلت لكم، او انه تكون قريب منها ممكن. هنروح نشوف سلاح، هذا سلاح نقدر نصنعه، وهذا رصاص تقدر تصنع رصاص برضو، وهذا الطلق تبع المدفع اللي برا. خلينا نصنع من هاي، ما ظللنا فحم مع الأسف. يلا كويس، بعدين نصير نصنع، بس أهم شي إنه نصنع سلاح ونصنع رصاص. مثلا هذا رصاص نحتاجه، قلنا ساي مثلا 20، وهذا رصاص برضو نحتاجه. اهم شي هسع السيلفر، هذا صفر اثنين. لازم نساوي فحم ونصنع. طبعا شباب هاي هيك احنا لازم تكون قريب منها، اهم شي تكون قريب منها مشان تفتح عندك، مشان تقدر تصنع. هسع شوفهم، عندنا رصاص وعندنا اسلحة، لسه قاعد يصنع لنا ما انتهى. طبعا شباب هذا سلاح، وهان هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. طبعا شباب الحلقة الجاية ان شاء الله راح شلون تريد، راح نريد بيت، والبيت هذا انتقام لانه سرق من عندنا شغلات كثيرة. ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اذا استفدت من الحلقة اليوم لا تنسانا من لايك واشترك بالقناة فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.